الشيف جادي زيتوني، أنا بدي أقول لكل يلي عم بيشوفونا هلأ، بيتميز بأسلوبه المرح والعفوي، عنده بصمة خاصة بعالم فن الطبخ، قدم برامج تلفزيونية وإذاعية كتير على طريقته الرائعة، كل الناس بتحبه وبتحب تسمع وصفاته ونصائحه. هالشي بعرفه من خلال الرسائل يلي بتوصله على واتساب راديو تموز، ومن خلال المستمعين يلي بيتابعوه ببرنامجه دلل كرشك وأسرار المطبخ من التنين للجمعة 10 و11 صباحا بتوقيت بيروت على راديو تموز الإلكتروني. كمان مرة بدي رحب فيك بصديقي وزميلي الغالي كتير وأهضم شاف شادي زيتوني. جي، أول شيء أنا بشكرك، هنيك على كل الأشياء اللي عم تعملها. مرسي. بدي هنيك إنه بهالوقت الصعب اللي عم نمر فيه أنت عم تحط كل جهدك وخبرتك مشان تطلق راديو تموز بحل جديدة، مع كمان حلة كتير حلوة من المقدمين، وبهالوقت هذا وقت كتير صعب علينا وعليك وعلى كل العالم. أنا بدي أتشكرك، لأنك كنت من أول المتعاونين معي وقدمت لي هالبرنامجين هول. فعلا ما بعرف بأي طريقة أنا بدي أقول لك مرسي شيف شادي على كل شيء عملته لراديو تموز، أنت ما بتتكيفى. ما عملنا شيء، نحن إذا ما بنحط إيدينا بإيدين بعض، خاصة بهالأوضاع هيدي، بدنا نفشل. أنا بعتبر دخولي على راديو تموز كان علامة مميزة معك، وإن شاء الله يا رب نكبر أكثر وأكثر سوا. إن شاء الله. أنا بدي وجه كمان تحية كتير كبيرة لأرت دايركتور راديو تموز مايا سروع، لدكتورة كارلا حبيب مراد، لدكتورة شفيقة منصور غربية، لإليل ياس، للإعلامية جينان مرهج، لندى روكوز المحررة، ندى روكوز، للفنان اللبناني كمان الأمير روني فتوش، لبنتي ماريتا كمان بدي وجه لها تحية وبوسة، ماريتا حبيبة قلبي. شيف شادي، من وجهة نظرك كشيف كيف بتشوف علاقة الأم بالمطبخ؟ أول شغلة بالنسبة للأم ما عندها علاقة بالمطبخ، الأم عندها هوس بالمطبخ. عندها هوس بالمطبخ؟ يعني من أول ما بتصير أم أوكي عندها مشكلة الأكل، يعني أنت بتحس يعني بس واحد هيك يعني الأم هم الوحيد إنه يكون أولادها شبعانين وأكلين. هيدي شغلة يعني حتى إذا كان مريض أكلت يا حبيبي طعموك، ما ضروري تكون هي طبخة، ممكن يكون ابنها مجوز وعند مرته، طعمتك شو عملت لك، يعني هما إنه يكونوا أولادها شبعانين وما يكون حدا منهم أوكي جيعان أو جاي عباله شغلة. يعني أنت اليوم بتشوف إنه بتكون رايح لعند أمك بدك تعملها زيارة، أول سؤال قبل ما تسألك عن أي شيء، شو حابب تاكل؟ صحيح. بتحضر لك. صحيح. معك؟ صح. كمان بتروح بتزورها بالبيت، أول شغلة محضرت لك هيك، بتفل من البيت، بتكون محضرت لك الأشياء خدهم معك، يعني اليوم هي هوسة إنه يكونوا أولادها أكلين وشبعانين ومنهم بحاجة، يعني حتى إذا كنت بأي حالة، حتى إذا كنت مسافر، لأنه أنا صارت معي كذا مرة، بس أتصل فيها، شو يا حبيبي؟ عم تاكل؟ عملت هول؟ اعطيتك كشك عملت منهم؟ الشانكليشيت اعطيتك؟ يعني خلص داخل المطبخ براسها من اول ما بتصير ام الى ابد الابدين، يعني يعني بكل معنى الكلمه. شيف شادي، انت متزوج وعندك اولاد الله يخلي لك هني، ومنعيد زوجتك كمان بمناسبه عيد الام، مين بيطبخ بالبيت انت او زوجتك؟ لا بعت ثلاث بوسات مش لألك جيت، ثلاث بوسات لمرتي، وهلا بعدين نبعت كم بوسي لأمي. منيح هيك؟ منيح أكيد. بالعادة وقت كنا تنقول من السنة، لأنه نحن قاعدين صرنا بالبيت أكثر يمكن من سنة بالنسبة للأوضاع وبالنسبة كمان لموضوع الكورونا، فوجودي أكيد بالبيت بيلحقني، خلينا نقول 50% من الأوقات أنا بطبخ. أوكي؟ حالياً. طيب. أما إذا بدنا نرجع لورا وقت كانت أشغالنا ماشية وعم نروح على أشغالنا وعم نسافر، هي كانت أكيد هي. طيب قديش بيأثر أكل الأم على الأولاد؟ أكيد يعني بس أنه بيضل دايما عندك التاتش أنت، لأنه هيدي شغلتك، عندك تنقول عايزم حدا على البيت أوكي، أنت بتكون عم تحضر هيدي الأشياء. يعني أنا بعتقد مرتي من أشطر الأمهات
اوكي بعتقد كل العالم بفكروا نفس الموضوع مش انا بس يعني انه من اشطر الامهات اليوم بتحضير الاكل وخاصه الاكل يلي متعلمته من امها. يعني نحن بعدنا بتعرف نحن بعدنا عندنا هالعادات الحلوه انه الام بتعلم بنتها وبنتها خلص تمشي على خطاها يعني. فهذه كمان من الاشياء اللي كثير حلوه اللي نحن اليوم متميز فيها. طيب مع تطور الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتوعيه الغذائيه قديش بياثروا الاولاد برايك على الام وطريقه تحضير الاطعمه اذا كانت صحيه ولا مش صحيه؟ لانه من زمان كانوا دائما يستعملوا السمنه، كانوا يستعملوا القورمه، كانوا يستعملوا يعني اشياء دسمه، بالمقابل كانوا يحركوا، كانوا يزرعوا بالارض، ينكشوا، كانوا يعملوا كثير اشياء يرجعوا يصرفون هول. هلا من البيت على السياره ومن السياره على البيت. يعني السؤال كثير حلو، وانا دائما ببرامجي كنت دائما نوه على هذا الموضوع اللي هو موضوع اليوم الوراثه بالمطبخ من ام لام. يعني انت اليوم انا امي بتعمل مثل امها الله يرحمها، وامها كانت تعمل مثل ستي، فهمت علي كيف؟ يعني بعدهم كثير من الامهات مش كلهم اكيد، لانه في عندنا امهات متحضرين جدا من الناحيه الصحيه للمطبخ. اوكي تعطيك انا مثل، اعطيك مثل، انا لما سافرت على ايطاليا ورجعت قبل ما سافر كنا اكيد نحن وقبل ما بلش اتعلم وقبل ما بلش اخذ خبرات بالحياه برجع بعيد كمان بالمطبخ بالذات، كنا مفتكرين انه الاكل اللي عم تعمله الام بالبيت هو التوب، يعني هو المضبوط 100%. انت بس تبلش تختبر وتشوف، اوكي بتبلش تعرف شو هن الاخطاء اللي عم ترتكبهم امك بالبيت. نعم عليك. نعم. فاللي صاير انه لما رجعت من بعد اول سفره صرت اقول لامي يا ماما انت هالسباجيتي لا عم تكسريها، لا عم تغسلي المعكرونه، دائما الجواب امي علمتني هيك. اوكي وانا ما بغير، امي علمتني هيك وبدي اعمل مثل امي. يعني انت اليوم صعب تغير عقليه لام بعمر معين. ايه اكيد. اوكي اليوم اذا كانت الام وصلت لعمر معين وهي اليوم متعوده تعمل اكل معين بطريقه معينه، صعب انك تقلب المقاييس وتقلب لها الوصفه وشيل الزبده وشيل السمنه. صح. هون اذا عندنا المعلومات الكافيه، يعني احنا اذا عن جد بنعرف شو الطريقه الصحيه تنقدر نحن نعمل نفس الاكل اللي عم تعملها امنا وتطلع طيبه، ما بيمنع ابدا انه نوجهها. نعم شايف. يعني انت مع تطور الاكل؟ اكيد 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 لازم نحن مع تطور. اول شيء العالم كله عم يتطور، ليش المطبخ بيضل محله؟ صح. وبالعكس اليوم بس تكفي النقطة اللي كنت عم أقول عنها قبل، إنه اليوم نحن مش أنا كشاف عم نحكي، نحن كشباب نحن كعالم أشخاص متطورين من وراء السوشيال ميديا ومن وراء الجوجل. يمكن السوشيال ميديا اليوم ما بتطورنا. يعني أنا اليوم إذا بدي أعرف أي نوع من الزيت لازم أستعمل بالقلي، ما بتجيني المعلومه من الفيسبوك او من التيك توك او من الانستغرام. نعم. بدي اروح بحش عليها، بدي ادخل اسال الجوجل، فوت على مراجع اليوم عندهم مصداقيه كثير كبيره تعرف انه هيدي الشغله هي بتضر ولا صحيه. اوكي سو بهيدي النقطه انا بعتقد الشباب اليوم عندهم دور كثير كبير كثير كبير بهذا الموضوع. ما زال اليوم انا بقول شغلي كل اولادنا، يعني انا عندي اليوم بنتين وصبي الله يخلي لك اياهم بعمر 16 و14 و10 بيضلوا اكثر من 10 ساعات على السوشيال ميديا. مزبوط. نعم. واكثر يمكن بالنهار خاصه انه قاعدين بالبيت واونلاين. اللي انا عم اقوله اذا بياخذوا من وقتهم 10 دقائق اليوم بيفوتوا على مراجع غذائيه عالميه جامعات، اوكي ويشوفوا شو هو الصح، بيسالوا الجوجل لازم نغسل الباستا، لازم نغسل الرز، الطبخ افضل بالزبده ولا بالسمنه ولا بالزيت، شو الزيت الانسب، اوكي البرغل. بهالطريقه نحن
بنقدر نحصل على معلومات مفيدة جديدة ونوصلها كمان للأم بطريقة حلوة، ويوم عن يوم نصير نوصل لحل. أنا اليوم أمي مثلا أوكي، وزوجتي أكيد بطلوا يغسلوا الباستا، بطلوا يغسلوا الرز، أوكي صاروا يضيفوا المي المغلية، بطلوا يحطوا الدجاج بالمي المسقعة، يعني كل الأشياء اللي ممكن تكون أفضل من طريقتها صاروا عم يتبعوها. بس بدي أكدوا 100% أنه عن جد نجحت، خلاص أنت بتكون ربحت. شيف شادي، فن تحضير السفرة بالمناسبات والديكور قديش بأثر على الجو، وفيك تعطينا كم نصيحة عن هالموضوع؟ أكيد اليوم اليوم النظر هو أهم شغلة بكل شيء، مش بس بالأكل. مزبوط؟ نعم. فاليوم بس تشوف الصحن حلو، بس تشوف الطاولة حلوة مرتبة، مش ضروري، مش عم نحكي على الخمس نجوم والأربع نجوم وإذا الملعى على اليمين ولا على الشمال والشوكة، مش عم نحكي على هذا الموضوع. عم نحكي على الترتيب، الألوان الموجودة، الصحن، كيف منسكب الأكل بقلب الصحن. هذه شغلة كتير مهمة. نعم. أوكي؟ فأنا برأيي أنه من أهم الأشياء اليوم بالمطبخ وبتقديم الأكل هو الشكل بالأول، وما كان حتى بالمطعم وحتى بالبيت. نعم. كم نصيحة؟ في نصايح كتيرة، أوكي في نصايح كتيرة بهذا الاتجاه، بس أنا يعني يمكن أهم ما شغلي إنه نعتني بوضع الأكل بالصحن، ما نكتر كتير. يعني اليوم بس أنا مثلاً جاط، ما نتلي لفوق صينية، ما نعرمها كتير، يعني خلو في مجال إنه البورد تبع الصحن يضل مبين. أوكي، ومش ضروري نزين كتير، يعني إذا كنا عم نقدم صحن رز نحط له وردة حبق، وردة بقدونس، ترونش حامض. يعني ما بدنا ندخل اليوم بسك أب بوش ونزين ونعمل نتفنن، لأنه إحنا بالآخر نحن بقلب بيت. فبعتقد لك أنا بعتقد اليوم بتقديم السفرة اللبنانية والعربية ليل كتير يلي عم تكون السفرة مش حلوة. نحن سفرتنا كتير حلوة، يعني نحن كمان استعمال هالصحن الفخار، عم نحط في صحن الحمص، عم نحط نحن اوريدي عندنا اشياء مستعمله بتجمل الطاوله لوحدها. صحيح. ونحن كتير مزوقين، انتبه، نحن اليوم كنا لبنانيين او كنا العرب او حتى نحن منوجه العالم. يعني انا بتشوفني اذا بطلع بسافر لبرا او بتلاقي عائله لبنانيه موجوده بمكان ما على الكره الارضيه، بتلاقي هني القدوة للعالم الموجودين. هاي دي شغلة كتير حلوة. نحن كتير شاطرين بأكلنا، ولبنان قداش صغير، لبنان قداش صغير. عندك المطعم اللبناني هو أكتر مطعم تريندي بالعالم. هلا بتقلي سوشي، أوكي الصين، بتقلي اليوم، يعني بتقلي اليوم كتير الإيطالي، بتقلك أوكي اليوم نحن نقطع على الكرة الأرضية، بس مطبخنا هو ثلاث أرباع الكرة الأرضية. نعم. طيب شو بتعطي نصائح للفيوتشر مام؟ أو حلو. أنا بعتقد كل بنت عم تخلق ببيت اليوم لبناني أو عربي أو بأي عائلة عم تكون، اليوم دور الأم كتير مهم أنه تعلم بنتها. وأنا بنصح كل البنات أنه يتعلموا الأكل أول شيء الباز من الأم، لأنه نحن رح نضل كل حياتنا اليوم شو ما أكلنا، مثل ما حكيت قبل بس كنت مع طلعت مع ليليان، إنه نقول هيدي طعمتها مثل أكلة أمي. صحيح. أوكي، هيدي بدي أعملها مثل ما أمي بتعملها. صح. وما بتزبط، ما بتزبط مثل ما أمي بتعملها. أختك عم تاكل بتقولي هيدي فيها ريحة أمي. سو هيدي شغلة كتير مهمة، انه اليوم البنت بالبيت او الانسي تاخد الباس من امها. هيدي شغلة حلوة. اكيد اللي انا بدي ما بدي ارجع عيد حالي، بس انه بدي اقول شغلة انه حلو تتعلم الاشياء بالتطور تبعولها. نعم. اوكي، يعني انا اليوم بنصح كل الامهات اوكي الجديد انه يكون عندهم
يعني اللي عم تكون الام الجديده يعني عم يكون عمرها تنقول 23 24 25 سنه, سوف تكون شاطره بعالم الانترنت اكثر واكثر من الام اللي عمرها يمكن اوكي 60 سنه او 50 سنه. مش عم قلل من قيمتهم نعم. اوكي, لانه كمان في عندنا اليوم امهات عمرهم 50 سنه اشطر مني ومنك انا بالانترنت, بس خلينا نقول المعظم اوكي. يعني اليوم الام او الفيتور مام خلينا نقول لازم اكله يكون متطور وصحي اكثر من الجيل اللي قبلنا. هذا انا يعني نصيحه مني انه لازم ناخذ هيدي المعلومه ونشتغل عليها. طيب شيف شادي شو عم بيعمل بهالايام؟ شيف شادي بالايام مش عم يعمل شيء ابدا اوكي. اولا اكيد قاعدين بالبيت في بعض الاشغال بس شيء لا يذكر, وانت بتعرف انه انا شغلي بالفود ديفلوبمنت, بواحد بده يفتح مطعم كبير, واحد بده يغير مينيو, ونحن هلا بحاله انه صرنا اشهر 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 الحاله تعباني على الجميع. اكيد انا بعدني بنفس المجال اللي انا بشتغل فيه, بعدني شيف شادي, بس اكيد فينا نقول الشغل خف, شركتي خف شغلها كثير 95%. هذا من ناحية الشغل اللي أنا بعمله. من ناحية التلفزيونات ما في طلب على أي حلقات جديدة. أنا عندي حلقات جديدة منتجهم من سنوات لورا, يعني من سنة ونص وسنتين ما حدا عم يطلب حلقات جديدة, ويلي عم يطلب ما عم يكون في دفع أبدا يعني شيء لا يذكر. فأنا برأيي الجديد اللي عندي مخبينة في حتى بس انه نرجع نشوف شو راح يصير اوكي, وما راح انتج هلا حلقات جديدة انت يشوف شو بده يصير حتى نرجع نقلع مع البلد, لانه البلد هلا واقف فما فينا نعمل شيء. خارج لبنان كمان الوضع مماثل بالنسبة للهوسبيتاليتي ككل. نعم. يعني الاوتيلات المطاعم يعني ايطاليا هلا مسكرة لخمسة ابريل كمان المطاعم كلها. بتروح على اي بلد بالعالم بتلاقي انه الهوسبيتاليتي فينا نقول شبه واقف. نعم. نحن اكيد املنا بالله كبير انه رح يخلصنا من كورونا ومن الطبقة السياسية بلبنان, يا رب. ورح يرجع لبنان سويسرا شرقه احلى ان شاء الله. شكرا لك شيف شادي زيتوني على اللقاء الحلو, وينعاد على والدتك وعلى زوجتك بكل الصحة والسلام والمحبة. ينعاد عليكم جميعا, ينعاد على كل الامهات اللي عم يسمعونا, ينعاد على كل شخص او ينعاد على ام كل شخص عم يسمعنا, وينعاد اكيد على الوالدة وكل الامهات اللي رحلوا. مثل ما قلت كمان قبل ما في ام بترحل, كل ام بتضل معنا اوكي. والله شو بدي اقول لك, ان شاء الله يضل يحرسونا من اليوم الى ابد الابد. شكرا لك شيف شادي والى اللقاء. انا بشكر راديو تموز, وينعاد عليكم من جديد. باي باي باي. هيك بينتهي لقاءنا مع شيف شادي زيتوني. بدنا نكمل التهاني اللي عم بتكون من ستاف راديو تموز. نسمع الإعلامية جنان مرهج كيف عيدت. أنا وصغيرة ولا مرة عرفت أهدي أمي هدية مناسبة بعيد الأم, ولا مرة أصلا كان معي حق هدية بحسة بتكفي أو بتعبي عن حبي لأمي. وطولت لعرفت انه الام ما بدها الا التقدير والحب, ومثلهم الاحترام, وضل مكانها محفوظ بالقلب وبالبيت. كل عام وكل ام بألف خير, وكل عام وام ست الستات وست الحبايب. انا جنان مرهج من راديو تموز. شكرا لك جنان. انا كمان بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره, ينعاد عليك بمناسبه عيد الام. الله يخلي لك والدتك وتضلك بصحتك ويخلي لك اولادك. بننتقل نحن وياكم لاصغر فرد باسره راديو تموز, ماريتا. مرحبا, انا ماريتا, بدي عيد ستي وعمتي بمناسبه عيد الام, وبدي اقول لهم الله يخلي لي اياكم ويطول بعمركم, وبدي عيد كمان كل امهات العالم. شكرا لك ماريتا حبيبتي. وكمان بننتقل للمحرره ندى روكوز. شو مخبى ربي بقلبه جمره حبه مخبيها,
مريم يا جمرة حب وهديت الدنيا فاديها، امي ويا ام الدنيا امي بقلبك خبيها، ومن قسوة هيدي الغربي بايدك انت ضميها. عذرا لكلك حنية لامي بطلب عيدية، من ربي احلى هدية يمد بعمرها للمية. بدي عايد امي ينعاد عليكي بالصحة ان شاء الله، وبدي عايد خالاتي وعماتي ان شاء الله يضلوا بصحتهم وقال يخليلهم وولادهم، وبدي عايد كل امات الكرة الارضية يلي فعلا عم يمرقوا بظروف كتير صعبة هلأ، الله يخليلهم ولادهم والله يخليهم هن قدام ولادهم كمان. معكم ندى من راديو تموز. انا كمان بدي عايدك ندى بمناسبة عيد الام، شكرا لك. وكمان بدنا نسمع من الفنان اللبناني المحبوب كتير الامير روني فتوش. الله معكم كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم جميعا عيد الام، وبعايد كل امهات لبنان والعالم العربي عبر معكم الفنان اللبناني روني فتوش. ختام مسك بدنا نرجع نسمع ماريتا، ولكن هالفويس اللي رح تسمعوه من ماريتا هو لكل امهات العالم، لضيوفنا لضيفتنا المميزة اللي كانت معنا الممثلة القديرة ليليان نمري خاصة، ولكل امهات كمان راديو تموز الالكتروني رح نسمعها بهالفويس. لو بقدر كل النجمات اجمعها تخبيها، لو جرب حتى الموجات امسكها تهديها، او يمكن كل الارزات ببلادي رح اسقيها، او حتى كل الزهرات بقدر اتغزل فيها، كنت بعمرك يا عمري كاس الفرحة بمليها. لو بقدر عد الانفاس لعمري بيطول فيها، او اجمع كل الدقات لقلبي بينبط فيها، او يمكن عد المرات لعيوني بترمش فيها، او حتى قطرات الدم بعروقي رح احصيها، كنت بخيط منها خمار حتى لعمرك اهديها. بس النجمة بعيدة كتير والموجة ما بهديها، والأرزات اللي ببلادي مش رح اقدر اسقيها، وكل الزهرات الحلوة صعبة اتغزل فيها، تبقى الانفاس بعمري ودقة قلبي بخليها، والأطرات اللي بعروقي ورمشة عيني بخبيها، بدي اجمع منها غمار والعمرك رح اهديها. كان معكم ماريتا سروع. رمالك يا ماما الدنيا تحلى أيام، وبلادي عايدك تعمر حب. بدي وجه تحية لكل يلي شاركونا، بدي وجه تحية لمدام ريما أسود، للكل، ما بدي اذكر الكل حتى ما ننسى حدا. بدي عيدك مدام ريما كمان بمناسبة عيد الأم، الله يخلي لك ولادك. لكم مني كل التحيات وإلى اللقاء.